بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم مع منصة الأسكول التعليمية ودكتور عادل يوسف ودرس جديد من دروس النحو، وهو درس الاستثناء. قبل ما ندخل في درس الاستثناء، ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان يوصل لكم كل جديد. بداية كده، أسلوب الاستثناء أسلوب مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لأن الأسلوب دوت مكرر على أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، فهو درس مهم جدا. طب إيه هو أسلوب الاستثناء؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة دي. هنعرف أجزاء أسلوب الاستثناء، هنعرف أنواع أسلوب الاستثناء، هنعرف إعراب المستثنى بإلا. نبدأ الأول في أجزاء أسلوب الاستثناء. أجزاء أسلوب الاستثناء دول تلات حاجات منهم شرابة. المستثنى منهم اللي هو الحاجة الكبيرة، تاني حاجة أداة الاستثناء، تالت حاجة المستثنى اللي هو بعد إلا. يعني مثلا لو جبت مثال، ما وصل المسافرون إلا مسافر، هنجد مثلا إن كلمة المسافرون ديت هي المستثنى منه، الحاجة الكبيرة هناخد منها. هنجد بعد كده أداة الاستثناء اللي هي إلا، تالت حاجة اللي هو المستثنى اللي هو الجزء الصغير اللي هو كلمة مسافر. دي أجزاء الاستثناء. طب بعد كده عندنا أنواع أسلوب الاستثناء. أنواع أسلوب الاستثناء ديت مهمة جدا جدا، عشان كده لازم تعرف هذه الأنواع عشان نعرف نعرب المستثنى. طب أنواع أسلوب الاستثناء برضو ثلاث أنواع: تام مثبت، تام منفي، ناقص منفي. طب يعني إيه كلمة تام مثبت؟ نبدأ الأول بكلمة تام. تام يعني فيه ثلاث حاجات موجودين، اللي هما المستثنى منه والأداة والمستثنى. ومثبت يعني لا توجد أداة نفي، زي مثلا لما أقول قرأت القصص إلا قصة، أهي القصص ديت المستثنى منه، الأداة بتاعت النهاردة اللي هي إلا، وقصة ده هي المستثنى. طبعا ما فيش أداة نافية في الجملة، يبقى ده على طول تام مثبت. طب ندخل على النوع التاني، اسمه تام منفي. من اسمه كده تام منفي، برضو تام يعني فيه ثلاث حاجات، في المستثنى منه وفي الأداة وفي المستثنى، وطبعا في أداة نافية قبل منه. طب مين يقول لي بقى هي أدوات النفي إيه؟ نفتكر مع بعض أدوات النفي. خمس أدوات اللي هم ما ولا ولم ولن وليس. ليس بتاعت كان وأخواتها اللي بترفع نص الخبر، ما تنسوهاش. دول خمس أدوات دول بتوع التام المنفي. طب ناخد مثال عليه، مثلا إما أقول مثلا ما وصل المسافرون إلا مسافر، هنجد هنا المسافرون ده المستثنى منه، وفي الأداة اللي هي إلا، وفي المستثنى لكلمة مسافر طبعا في أداة نفي قبل منه، يبقى تام منفي. طب النوع الثالث والأخير اسمه ناقص منفي. من اسمه كده، أولا منفي في أداة نفي، ناقص لأنه ينقص المستثنى منه، في اتنين بس. زي بقول إيه، ما وصل إلا مسافر، ما وصل إلا مسافر، طبعا هنجد هنا فيه إلا، ما فيش مستثنى منه، وفي المستثنى لكلمة مسافر. دي كلها أنواع أسلوب الاستثناء. طب اعراب المستثنى ايه؟ اعراب المستثنى ثلاث حاجات حسب اعراب المستثنى. هنجد ان هو اما مستثنى منصوب لو تم مثبت، واما بدل او مستثنى منصوب لو هي تم منفي، او حسب موقعه في الجمله. ويلا بينا ندخل الحلقه ونشوف اعراب المستثنى بالتفصيل ونشوف الامتحانات. تعريف اسلوب الاستثناء. تعريف أسلوب الاستثناء هو إخراج حكم ما بعد أداة الاستثناء إلا عن حكم ما قبله. يعني مثلا أنا لما أقول حضر الطلاب إلا طالب، معناه إن الطالب ده لم يحضر، يعني خرج عن حكم الحضور. أجزاء أسلوب الاستثناء. أجزاء أسلوب الاستثناء زي ما شفنا ثلاث أجزاء فقط، هما المستثنى منه اللي هو الحاجة الكبيرة، تاني حاجة أداة الاستثناء اللي هي إلا بتاعت درس النهاردة، تالت حاجة المستثنى اللي هو الجزء الصغير اللي احنا بناخد منه. طيب المستثنى منه هو إيه؟ زي ما هنشوف دلوقتي، المستثنى منه هو الاسم الذي يقع قبل أداة الاستثناء، وهو الشيء الكبير اللي بناخد منه، هو الشيء الكبير. زي مثلا وصل المسافرون إلا مسافر، يبقى المسافرون دوت هو الشيء الكبير اللي ناخد منه. قرأت القرآن إلا صورة، يبقى القرآن ده هو الحاجة الكبيرة اللي هناخد منها. طب أداة الاستثناء عندنا إيه؟ عندنا أداة الاستثناء هي إلا، وهي حرف استثناء اللي هي إلا النهاردة. لكن في طبعا
في غير وسوى وفي عدا وخلا وحاشا. لكن احنا عندنا النهاردة هنركز على الأداة اللي هي أداة الاستثناء. طيب المستثنى اللي هو طبعا الجزء الصغير اللي احنا بناخد من اللي احنا اخدناه. يعني مثلا انا لما اجي اقول مثلا حفظت النصوص الا نصا، هنجد ان النصوص ديت هي المستثنى منه اللي هي الجزء الكبير، والا دي طبعا هي أداة الاستثناء، ونصا ده هو المستثنى، وده كله مع بعضه كده اسمه اسلوب استثناء. مثال تاني مثلا لو قلت مثلا قرأت القصص الا قصة، زي ما احنا شايفين كده القصص ديت هي المستثنى منه، الأداة هي الا، والقصة هي المستثنى اللي هي الجزء الصغير. مثال كمان برضو فهمت الدروس الا درسا، طبعا الدروس ديت هي المستثنى منه، أداة الاستثناء الا، طبعا درسا ده هو المستثنى اللي هو الجزء الصغير. انواع اسلوب الاستثناء، انواع اسلوب الاستثناء ثلاث انواع. اول نوع عندنا تام مثبت، بيكون التام المثبت ده فيه ثلاث اركان، اللي هو المستثنى منه موجود والأداة والمستثنى. المستثنى منه موجود اللي هو الحاجة الكبيرة، والأداة موجودة اللي هي إلا بتاعتنا، والمستثنى اللي هو الجزء الصغير. ونلاحظ دايما لا تسبق الجملة بأداة نفي عشان اسمه مثبت. مثال مثلا وصل المسافرون إلا مسافر، أهو المسافرون ده هو المستثنى منه الجزء الكبير، وأداة الاستثناء بتاعتنا إلا، ومسافر ده هو المستثنى اللي هو الجزء الصغير اللي بعد إلا. التام المنفي، من اسمه كده اسمه تام منفي، يبقى كلمة تام يعني فيه مستثنى منه موجود وفي أداة وفي مستثنى، كده كلمة تام. ومنفي يعني سبق بأداة من أدوات النفي. طب إيه هي أدوات النفي اللي احنا عارفينها طبعا واخدناها قبل كده، اللي هي ما، لا، لم، لن، ليس. كمان مرة، ما، لا، لم، لن، ليس، دي أدوات النفي الأساسية. طب النقص المنفي من اسمه كده اسمه ناقص، ناقص يعني المستثنى منه محذوف ما هوش موجود في الجملة، في ركنين بس اللي هم إيه، اللي هم المستثنى وإلا فقط، والجملة طبعا مسبوقة إيه بنفي، والجملة مسبوقة بنفي. ناخد مثال مثلا شوف مع بعض كده، ما وصل إلا مسافر، أدي النفي أهو، ما هي أدي النفي، طبعا ما فيش مستثنى منه موجود، مسافر ده المستثنى، دول كام ركن دول؟ دول اتنين، إلا والمستثنى، يبقى اتنين بس، يبقى على طول ناقص منفي وقبل منه أداة نفي. انتبه جيدا، قد تأتي هل محل أداة النفي ما وتفيد معناه، يعني بتكون هل بمعنى ما. يعني مثلا أنا لما أقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، شيل كده هل كده وحط مكانها ما، شوف كده معايا كده، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، تبقى الجملة دي كده على طول كده ناقص منفي. ليه؟ لأن هل دي بمعنى ما، هل دي بمعنى ما، كأنك قلت ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. مثلا لو قلت هل الدنيا إلا دار فانية، كأنك قلت بالضبط ما الدنيا إلا دار فانية. ملاحظة هامة جدا، علشان نقدر نفرق بين التام المنفي والناقص المنفي هنحذف أداة النفي وأداة الاستثناء اللي هي إلا. فإذا اختل المعنى وأصبحت الجملة بايخة كده ملهاش معنى، تبقى تام منفي. يعني مثلا لما أقول ما قرأت القصص إلا قصة، نحذف ما كده، نحذفها خالص ونحذف إلا كده أهو، تبقى قرأت القصص قصة، جملة ملهاش معنى، جملة بايخة، يبقى دي على طول تام منفي. طيب إذا لم يختل المعنى فالأسلوب ناقص منفي، ما قرأت إلا قصة، اعمل القاعدة كده معايا، احذف ما، احذف إلا، واقرأ كده الجملة
هتقول قرأت قصة ادت معنى، يبقى ده يعتبر اسلوب ناقص منفي. ده يعتبر ناقص منفي. اعراب المستثنى بإلا. اعراب المستثنى بإلا حسب نوع جملة الاستثناء. فاذا كان الكلام تم مثبت يعرب مستثنى واجب النصب، زي مثلا ما اقول قد يهون العمر الا ساعة. اول ما تلاقي الجملة مثبتة ما فيش اداة نفي قبلها وانت مغمض على طول، يبقى مستثنى منصوب. مثال تاني، كرمت الفائزين الا فائز، هنا ما فيش اداة نفي والمستثنى منه موجود زي ما احنا شايفين، وأداة الاستثناء إلا، وده المستثنى هو ده تم مثبت، مستثنى واجب النصب. إذا أول ما تلاقي الجملة ما فيش فيها أداة نفي تبقى على طول الجملة دي تم مثبت، يبقى مستثنى واجب النصب. طيب إذا كانت الجملة بقى تم منفية لإعرابين، لإما مستثنى منصوب أو بدل. البدل ده بيعرب إعراب اللي قبل منه، يعني مثلا لو قلت ما قابلت الأصدقاء إلا صديق، لاحظ ان البدل هنا هو صديق، دي بدل منين؟ من الاصدقاء. طب انا علشان اعرف اعراب البدل ارجع كده هو للمبدل منه اللي هو المستثنى منه، الاقي هنا المستثنى منه الاصدقاء منصوب يبقى بدل منصوب. طب افرض ان المستثنى منه مرفوع يبقى بدل مرفوع، يعني مثلا لو قلت مثلا ما سلمت على الحاضرين إلا محمد، هنلاحظ هنا إن الجملة دي تعتبر تام منفي، سلمت على الحاضرين محمد ملهاش معنى. محمد دي حاجة من اتنين، لإما مستثنى منصوب لإما بدل. طب أعرف البدل إعرابه منين؟ ارجع كده هوت بسرعة كده هوت إلى كلمة الحاضرين، هنلاقيها مجرورة يبقى ده بدل مجرور، وهكذا. إذا كان الأسلوب ناقص منفي يعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة وتكون إلا ملغاة، زي مثلا لم أذاكر إلا النحو، هنا طبعا هنا النحو مفعول به. مثلا لن تتقدم البلاد إلا بالعلم، هنا العلم اسم مجرور. لم يحضر من الطلاب إلا عادل، يبقى عادل هنا من اللي هيحضر عادل، يبقى هنا برضه يعتبر الجملة ناقصة منفية. ملخص درس الاستثناء بإلا، نحفظ مع بعض القاعدة ديت ونقولها مع بعض. لو مثبت بعد إلا مستثنى هتعربها، لو مثبت بعد إلا مستثنى هتعربها، لو جملة وملهاش معنى اعربها حسب موقعها، لو جملة وملهاش معنى مستثنى أو بدلها، لو جملة وملهاش معنى مستثنى أو بدلها، لو جملة ليها معنى اعربها حسب موقعها، لو جملة ليها معنى اعربها حسب موقعها. وندخل مع بعض كده على التدريبات بقلب جامد كده بسرعة كده. اعرب المستثنى فيما يلي: ما محمد إلا رسول. الجملة دي يا جماعة جملة أولها أداة نفي، تمام، يبقى دي حاجة من اتنين، لإما تم منفي لإما ناقص منفي. طب نختبر الجملة ونشوف، شيل ما كده أو حط صابع على ما كده اهو، وحط صابع التاني على إلا، بقت محمد رسول جملة ليها معنى، يبقى اعربها حسب موقعها، يبقى محمد مبتدأ ورسول تبقى هنا إيه؟ تبقى رسول خبر مرفوع بالضم. نشوف الجملة التانية، قد يهون العمر إلا ساعة، قد يهون العمر إلا ساعة. طبعا الجملة دي مثبتة، هي باينة، هي اوعى تفتكر ان قد اداة نفي، لا دي جملة مثبتة، وده المستثنى منه اهو، وده الاداة الا، وده المستثنى اهو، اذا دي تم مثبت. لو هي جملة مثبتة يبقى على طول مستثنى واجب النصب. اول ما تلاقي الجملة تم مثبت وانت مغمض على طول مستثنى منصوب. طب ما حضر من الضيوف الا ضيف، طيب دي جملة منفية، يبقى حاجة من اتنين، لا تم منفي لا ناقص منفي. طب نختبر الجملة ونشوف، ها حط ايد على ما، حط ايد على إلا،
شوف معايا كده، حضر من الضيوف ضيف، يا ملهاش اي معنى. حضر من الضيوف ضيف، لا ده لها معنى. حضر من الضيوف ضيف، من اللي حضر؟ الضيف. لا ده لها معنى، الضيف هو اللي حضر. يبقى دي فاعل. في بعض الطلبة هتتغش في الجملة دي وتحسبها تام منفي وتقول لك ايه الضيف ديت مستثنى منصوب او بدل. لا دي مش مستثنى، مش مستثنى منصوب او بدل. طبق القاعدة بتاعتنا وتأكد من الجملة، حط ايدك على ما وحط ايدك على الا وشوف. حضرة من الضيوف ضيف ادت معنى، تبقى ناقص منفي، تبقى حسب موقعها. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ طبعا الاحسان ديت هي المستثنى. طب الجملة دي ايه؟ احنا قلنا ان الجملة لو فيها هل ديت، وان هل ديت ممكن تكون بمعنى ما، تبقى دي جملة منفية. طيب الجملة المنفية زي ما احنا قلنا حاجة من اتنين، لا تم منفي لا ناقص منفي. نختبر الجملة، نشيل هل ونشيل إلا. جزاء الإحسان الإحسان، طبعا جزاء الإحسان الإحسان، يبقى دي جملة لها معنى ومعنى جميل جدا. نبقى هنعربها حسب موقعها. طب موقعها ايه؟ دي جملة اسمية، يبقى جزاء مبتدأ والإحسان معرفة، تبقى مضاف إليه، نكرة ومعرفة مضاف إليه، يبقى الإحسان خبر مرفوع بالضمة، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ونشوف الجملة الخامسة بقلب جامد، ما قرأت الرسالة إلا سطر. الجملة أولها أداة نفي زي ما احنا قلنا كتير، تبقى حاجة من اتنين، لا تم منفي لا ناقص منفي. طب نحذف ما كده ونحذف إلا كده، قرأت الرسالة سطر، قرأت الرسالة سطر. ايه قرأت الرسالة سطر؟ جملة بايخة ملهاش اي معنى. يبقى دي على طول تام منفي، يبقى مستثنى او بدلها، يبقى سطر ديت مستثنى او ايه او بدل. الجملة اللي بعدها، ما حضر الا اخوك، برضو الجملة اولها اداة نفي، تبقى حاجة من اتنين، لا تم منفي لا ناقص منفي. اختبر الجملة عشان نتأكد، نحط صابع على ما وصابع على إلا. حضر أخوك، حضر أخوك عطية معنى جميل. من اللي حضر أخوك؟ تبقى أخوك فاعل، وما تنسوش إن ده من الأسماء الخمسة، يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. حضر أخوك. الجملة الأخيرة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، برضو الجملة بدأ بأداة نفي. هنختبر الجملة نشوف نوعها إيه، ما هنحذفها ونشيل إلا كمان، تبقى أرسلناك رحمة للعالمين. لماذا أرسلناك رحمة للعالمين؟ تبقى رحمة هنا حسب موقعها تبقى مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبكده نكون عرفنا أنواع الاستثناء وأجزائه وإعرابه، ونقدر نلخص كل كلامنا على الاستثناء بإلا في ثلاث حاجات سهلين جدا جدا. قولوا معايا كده، لو مثبت بعد إلا مستثنى هتعربها، لو منفي وملهاش معنى مستثنى او بدلها، لو منفي وليها معنى اعربها حسب موقعها. وما تنسوش منصة الاسكولة ما بقتش منصة للشرح وبس، لا ده منصة الاسكولة بقى فيها شرح وتمارين واختبارات تفاعلية، تدخل الاختبار تعرف درجتك تعرف مستواك. ما تنسوش نعمل لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات منصة الاسكولة.